كثير من الألحان اللي الأعمال اللي تعرض علي من القصائد أحتار صراحة، و يعني ما في لها وقت معين أو مكان معين عشان يطلع اللحن. فهذا العمل جلس معي تقريبا شهرين أو إلى ثلاثة شهور، ما طلعت إلا يمكن بلحن الكورال فقط. فكنت مكة بيوم من الأيام، يعني القصيم كل أجواءها عيّة طلع معي، عرضت على أكثر من شخص ما أعجبني اللي تقدم يعني. فيوم من الأيام كنت في مكة ونزلت قبل أذان الفجر، فالأجواء اللي كانت موجودة يعني بالتوسعة اللي أنتم عارفينها يعني، مع جو الحرم والمناير، فجلست بالتوسعة أنتظر الأذان. فللأمانة كانت أنا حافظ البيت الأول اللي هو ربا قلبي على عمر الزمن في قبضة التوحيد، هذا حافظه. فأردد دائما أدور لحم من الدور ما يجي، لكن بهك اليوم طلع معي اللي هو جزء بسيط من اللحن اللي هو الكرة. فاللي طلع معي ربا قلبي على عمر الزمن في قبضة التوحيد، طلع معي هذا بس. حاولت أكمل، حاولت أجيب، حاولت أجدد، عيّة يطلع معي شيء. فصرت يومين تقريبا أو ثلاثة والله أردد المطلع هذا، قلت حبيته أبيه لكن وش يجي معه ما أدري. فجامعي تقريبا بعد ما مشيت يمكن بالطائف وكذا، حنا جالسين في وقت للطبخ والهمهم والدندنة هذه، فطلع معي اللي هو ربا قلبي على عمر الزمن في قبضة التوحيد، ومدت لي من أيام الأمل أوجاع مكتوبة، بس مكتوبة إلى هنا ما فيها لا مد ولا زيادة. الشاهد بعد شهر تقريبا أو شهرين في مكان بالقصيم، المقربين لي الإعلاميين الأهل يعرفون المكان اللي أنا أجلس فيه من العصر إلى تقريبا أذان العشاء، طلع بهك المكان يعني، ترك كل الأجواء اللي موجودة بالطائف، ترك كل الأجواء اللي موجودة بجدة، وبينبعوا كل السفرة اللي راحت ما طلع إلا في المكان هذا. فكملته اللي هو ربا قلبي على عمر الزمن في قبضة التوحيد، ومدت لي من أيام الأمل أوجاع مكتوبة. أنا مليت يا ربي ذنوب العمر والتشريد، ومالت في عيون الخير هالدمعات مسكوبة، وطلع اللحن ونزل العمل الحمد لله، وكان من الكلمات الشاعر العنود الفضلي، ولله الحمد حقق نجاحات كبيرة، ولكن قصته كانت طويلة ومن الألحان اللي فعلا أتعبني كثير، ولكن الحمد لله بالنهاية توفقنا فيه.